استأثر باهتمام صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم على الخصوص فشل الديمقراطيين في الكونغرس في تشكيل لجنة تحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير واكتشاف رفاة 215 طفلا في موقع مدرسة داخلية للسكان الأصليين في كندا. في الولايات المتحدة أفادت صحيفة واشنطن بوست أن مبادرة الحزبين رامية إلى إطلاق تحقيق مستقل في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول تعرضت لضربة قاضية يوم الجمعة بعد أن لقيت معارضة من طرف أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ. وأوضحت اليومية أن التصويت شكل رفضا صارخا من جانب الجمهوريين لنداء العاطفي لأسرة عنصر من شرطة الكابيتول الذي لقي مصرعه في عملية الاقتحام، وكذا لمحاولة قامت بها في اللحظة الأخيرة السيناتورة سوزان كولينز لإنقاذ الإجراء بإدخال تغييرات للاستجابة لاعتراضات الرئيسية لحزبها. وحول نفس الموضوع كتبت نيويورك تايمز أن الغالبية العظمى من الجمهوريين مصممون على حماية حزبهم من الأضرار السياسية المحتملة التي يمكن أن تنتج عن التحقيق في عملية اقتحام مؤيدين لترامب لمبنى الكابيتول. وفي كندا ذكرت صحيفة لو ديفوار أنه تم العثور على رفاة 215 طفلا مدفونة في موقع مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين في كولومبيا البريطانية. وذكرت الصحيفة أن الزعيمة القبلية روزان كازيمير أوضحت أن موت الأطفال الذي يجهل سببه وتاريخه لم توثقه إدارة المدرسة الداخلية، على الرغم من أن اختفاءهم كان قد أثير بالفعل في الماضي من قبل أفراد من هذا المجتمع الأصلي. وأضافت أن بعد هؤلاء الأطفال لم يتجاوز 1/3 من عمره، مشيرة إلى أنه من المتوقع نشر نتائج الأولية لهذا الكشف في تقرير الشهر المقبل.